فتاه جميله من اسره فقيره ملتزمه بطاعه الله تقدم لها رجل ثري للزواج بها وعندما سال والدها عنه علم بانه لا يصلي واستولى على ارث اخوته ومع ذلك اقنع ابنته بالموافقه حتى تخرج من الفقر وبانها ستستطيع تغييره للافضل بدينها وصبرها فوافقت وبعد الزواج توسلت لزوجها كي يصلي ويترك المعاصي ويعطي اخوته حقوقهم ولكنه كان يعتدي عليها بالضرب وبعد اشهر اخبرها الزوج انه سيغيب عن البيت يومين فاتصلت بامها بعد ان شعرت بالم كبير وعندما جاءت الام ومعها الطبيب عرفت الزوجه بانها حامل ففرحت كثيرا وتمنت ان يغير هذا الخبر حياه زوجها لحمد الله اثناء غياب زوجها اتصلت باخوته وطلبت منهم التنازل عن القضايا التي في حق زوجها ووعدتهم بانها ستقنعه باعطائهم حقوقهم ويكون الحل وديا وطلبت منهم الحضور بعد يومين عند عودته فوافقوا على طلبها وبعد يومين واثناء ما كانت الزوجه تصلي المغرب عاد زوجها وظل ينادي عليها وعندما عادت بعد دقائق مبتسمه اعتدى عليها دون ان يعرف سبب تاخرها عليه فاغمي على الزوجه وسقطت على الارض وظن الزوج انها ماتت وفي هذه الاثناء رن جرس الباب وفوجئ عندما شاهد اخوته يدخلون عليه بالهدايا ويخبرون بانهم تنازلوا عن القضايا بناء على طلب زوجته ثم سالوه عنها فاخذ يبكي ويقول لقد افتقدت هذه الزوجه الصالحه فوجئ الاخوه بالزوجه على الارض وعندما افاقت قالت لقد اغمي علي بسبب الحمل ففرح الاخوه وكم كانت سعادة الزوج برؤية زوجته على قيد الحياة، وبعلمه بقدوم أول مولود له، وبتنازل اخوته عن قضاياهم ضده، فذهب يتوضأ ويصلي ويدعو الله أن يسامحه، واعتذر لزوجته عن كل اساءته لها، وأعطى اخوته حقوقهم وسط فرحة الزوجة التي تقبل الله دعاءها. "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا